القطاع العام كما في القطاع الخاص يتطلب تكيفها باستمرار مع تطور الوسائل التقنية، كما مع أساليب عمل جديدة أكثر فعالية. أتينا لنشد على يد هذا الشعب الصبور والأبي والحالم بالحرية والكرامة. أشكر الهيئة الوطنية اللبنانية على تعاونها الدائم مع المنظمة ودعمها لأنشطتنا، وخاصة التزام السيدة رئيسة الهيئة الوطنية بدعم وتطوير العمل العربي المشترك الخاص بدعم المرأة في العالم العربي بصورة عامة، والسعي لتعزيز قدرات النساء، كل النساء، من أجل ضمان مشاركتهن الناجحة حول مشاركة النساء في الشأن العام. كما يسرني أن أرحب بالمشاركات والمشاركين للدول العربية الشقيقة. أتوجه بالشكر والتقدير إلى المديرة العامة دكتورة فادية على قرارها إقامة هذه الفعالية في بلدنا لبنان في هذه الظروف الصعبة وفي خضم المعاناة التي تعيشها شعوب المنطقة.